الثالثة للمهرجان الوطني للمديح والسماع الذي تنظمه جمعية التفاؤل لتنمية الشباب والطفولة بأكادير في هذا الشهر المبارك، والذي نما وتطور بفضل حضوركم ودعمكم الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى أشرف المرسلين. الآن احنا كنتواجدوا في اليوم الأخير للمهرجان الوطني للمديح والسماع، الدورة السادسة اللي كتنظمو جمعية التفاؤل لتنمية الشباب والطفولة بأكادير. هذا المهرجان اللي كنظمو دائما في شهر رمضان لما له هذا الشهر من الحمولة الدينية والروحية والارتباط بالثقافة الإسلامية والحضارة المغربية الدينية، ويمكن هدفه كذلك منه باش تنميه المديح خصوصا في مدينه اكادير بشقيه العربي والامازيغي. هذه الدوره ان شاء الله بحول الله اللي افتتحت البارح بمجموعه ريحان للانشاد والمديح اللي جات من مدينه انزا بالضبط من تدارت. اليوم عندنا بالاضافه الى مخرئين وكلمات، اما في اليوم الثاني هناك العديد من المنشدين اللي جاوا من خارج المدينه ومجموعات من المنطقه، وغادي تختتم بالتكريم ديال واحد جوج ديال الفعاليات المديحيه. هذو تكريما منهم والشكر ديالو اليوم على انهم ساهموا في التنميه ديال المديح الجهوي والمحلي بصفه خاصه وبالوطني بصفه عامه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الاخ عبد الكريم ظريف، مسؤول على الفرقه السوسيه للمديح والسماع بمدينه اكادير وبالضبط منطقة إحشاش في أكادير. حنا بدورنا إن شاء الله تعالى سنحتفي بهذه الذكرى، لهذه المناسبة اللي انضمت جمعية التفاؤل، وكنشكرهم أولا على الاستضافة للمجموعة السوسية، بعد ما كاين مجموعة من الفرق الأخرى المشاركة. وفي هذا الجو الرباني في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، بالخصوص في هذا يعني الأواخر من شهر رمضان، كنتمنى إن شاء الله وكنطلبوا من الله عز وجل يجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر المبارك وجميع المسلمين أجمعين. والحمد لله في هذا المديح والسماع استطعنا اننا يعني نعطيو يعني نوصلوا لمجموعه من المدن المغربيه بما فيها، يشاركنا في عده مهرجانات في مدينه اكادير وخارج مدينه اكادير على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد الوطني. وكذلك المجموعه السوسيه شاركت في القناه الامازيغيه عده مرات، وكذلك الاذاعات الجهويه والاقليميه. على كل حال الحمد لله، راه المجموعه السوسيه يعني استطعت في هذه المده ديال 10 سنوات انها تدير بلاصتها داخل المجموعات الاخرى اللي كاينه في المدينه. نقدم الطائفه العيساويه الفاسيه المقيمه بمدينه اكادير. احنا اليوم ان شاء الله كنتوجدوا في هذا المهرجان ديال المداح والسامع ان شاء الله بحول الله. كنتمنوا بعد اول حاجه نكون عند حسن ظنكم، وحنايا المشعل ديالنا اولا كنحاولوا ان نخليوا التراث هذا يكون دائما مستمر ويكون متواصل، وكنحاولوا ما امكن اننا حيت هذا الميدان ديالنا ما فيها بدعه لكل ولد جنيسه من غير الدليل والذكر والصلاه في الوقت بالخشوع والتقديسه والحزب والحمد والشكر، كما معروف على الطريقه العيساويه انها طريقه صوفيه محض، والحمد لله هي كتكون على ايقاعات وإيقاعات متنوعة، وكنحاولوا ما أمكن أننا بحال دابا نتأقلموا مع جميع الإيقاعات، وكنحاولوا بحكم دابا الحمد لله ولا كنخدموا أعراس كنخدموا ختانات كنخدموا كاع الحفلات كاملين، وهاد الطائفة هذه الحمد لله هي تكونت مدينة أكادير بشرف لنا أننا جبنا اللون هذا لمدينة أكادير بحكم دابا راه صافي دابا 8 سنين دابا. وأول حاجة بعد الطريقة هذه أننا كبرنا فيها، يعني توارثناها من الأب ديالنا اللي هو المقدم الكبير ديالنا، حتى هو موجود معنا في الطائفة، والطائفة الحمد لله فيها إخوان ديالي، فيها الطائفة بمحض عالم عائلية. إيوا والحمد لله حنا مازال إن شاء الله كنحاولوا أننا نخليوا هذا الموروث هذا ما يتسالاش، كنحاولوا نستمروا به. وان شاء الله بحول الله كنتمنى اننا نكون عند حسن ظنكم في جميع المهرجانات اللي سنحضروا معكم فيها، والشرف كله لنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم. محمد مستقيم منشد مغربي. صراحة أنا اليوم سأشارك إن شاء الله تعالى في مهرجان السماع والمديح بمدينة أكادير، وكنقول صراحة هذه مبادرة طيبة من هذه الجمعية، لأن هذا المهرجان كنبغيوه يكون دائما في جميع المدن، وهذا أمر جميل خصوصا في هذه الأيام المباركة أيام رمضان. وكنقول على أن هذا الفن الجميل النقي بغيناه يبقى دائما مستمر في هذه المدن الجميلة مثل أكادير ومدن أخرى. بصفتي فنان وكننتقل من مدينة الأخرى، صراحة كنلقى واحد السعادة زوينة وأنا كنتقل وكنبلغ واحد رسالة نبيلة وكننتقل من هذا الفن والإنشودة. وصراحة أنا جيت سعيد، وتحية للجميع جميع الفنانة اللي غيشاركوا في هذا المهرجان السماع والبديح. اسم هشام دينار، يعني منشد من مدينة الصاويرة. كنشكر جمعية التفاؤل على تنظيمها لهذا العرس اللي كنسميوه العرس الرباني. هذا المهرجان اللي تبارك الله عطى الصيت ديالو على الصعيد الوطني بفضل الجهود ديال مجموعه من الشباب، يعني اللي عندهم واحد الغيره على الفنين ديال المديح والسماع ويعني التراث المغربي الاصيل. فهاد الفنون يعني ديال المديح والسماع اللي لا خوف عليها، واقولها لانه كاين مجموعه من الشباب الان اللي تعطوا لها، ومجموعه من الشباب يعني اللي كيمارسوها بواحد الشغف وبواحد الحب يعني في هذا المجال. وكنتمنى وان شاء الله انه يعني الناشئه انها تهتم بهذا الفن المغربي الاصيل اللي يعني كما كنقولوا كيحماقوا عليه يعني المشارقه، وكيحماقوا عليه يعني الناس في دول اخرى. وكنتمنى من الجهات الداعمه يعني من وزاره الثقافه، من الناس ديال المجالس، من الناس ديال يعني كل الداعمين انهم يهتموا بهذه الفنون ويدعموها، لانه لولاهم يعني غادي يموت لنا هذا الفن، وما غاديش نلقاو يعني خلف اللي غادي يهتم به، وما غنلقاوش مجموعه من الاشياء. وشكرا لجمعيه التفاؤل على اهتمامها بهذه الفنون يعني وتنظيمها لهذا المهرجان، وكنتمنوا لها التوفيق في المسيره ديالها. بسماخ محمد، رئيس الجمعيه الطيبه لرعايه الايتام بمدينة زقان. جمعية تخصص ديالها هو اليتامى، هي متخصصة في رعاية الأيتام. حاليا وصلنا 425 يتيم اللي كترعاهم الجمعية في جميع المستويات. والجمعية كتقوم يعني بهاد الأيتام هادو يعني كتساعدهم في أمور كثيرة، ومن بين الأنشطة اللي كديرها الجمعية هي فرق ديال الأمداح. الحمد لله يعني عندنا بعض فرق ديال الأمداح ديال الفئات العمرية اللي كاينة، كاين أربعة فرق ديال الأمداح اللي في الجمعية، ومن بينهم الفرقة إن شاء الله الكبيرة اللي غادي تشارك في هاد المهرجان الوطني للمديح والسماع اللي كتنظمه جمعية التفاؤل، اللي من هذا المنبر يعني كنوجه لهم واحد تحية شكر كبيرة بزاف على هذا التنظيم الرائع. وفي الدورة السادسة اللي حضرت معهم، الدورة الخامسة يعني حضرت بعض الدورات من قبل، فما شاء الله يعني كل سنة كتكون فيها تميز، كل سنة يعني كيتميز بالأفضل. كنشوفوا يعني عروض، وكنشوفوا فرق، وكنشوفوا منشدين يعني في المستوى الرائع. أنا اسمي سطاع، رئيس جمعية نخبة الشباب الوطنية للسماع والمديح بالمغرب. الآن كنتواجدوا بمدينة أكادير، هذه المدينة الجميلة، في رحابي الولعين بهذا الفن والتراث المغربي الروحاني الذي كنا دائما نطمح أن يتوطد العمل فيه بهذه المدينة. الحمد لله هذه بادرة طيبة. نشكر منظمي هذا المهرجان، المهرجان السادس للسماع والمديح الوطني. كنتمنى إن شاء الله هذه البادرة تعم باقي الجمعيات المهتمة بهذا المجال، لأن فعلا نرى الحمد لله واحد الطفرة جميلة، واحد الطفرة كتقودها قوة شبابية رائعة. وهذا التنظيم إن كان يدل عن شيء فإنه يدل عن المبادرة والحس الجمعوي الكبير الذي يمتاز به هذه الجمعية الشابة. نتمنى لهم جميع التوفيق، جميعا كل التوفيق. نتمنى لهم إن شاء الله النصر والسداد. ورسالة خاصة إلى كل الجهات المسؤولة عن الجانب الثقافي بهذه المدينة، أن
أن يرعوا باهتمام كبير في هذه الشريحة، لأن فعلا الرئة التي تتنفس عبقا روحانيا، وكما تعرفون هذا الفن فهو فن يمتاز بالحس المعنوي أكثر من الحس المادي. شكرا مرة أخرى للمنظمين، لي الشرف الكبير أن أكون بين أحضان الجمهور الأكاديري الرائع، الجمهور السوسي. وعلى فكرة فإن العرق واحد، لأن الجذور أيضا سوسية الحمد لله. وكنتمنى إن شاء الله تكون هذه ليست الدورة الأخيرة، دورات عديدة وعديدة إن شاء الله، ونجمع إن شاء الله في ملتقيات أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. معكم المنشد فيصل شاعر من مدينة خريبكة وعضو النخبة الوطنية للشباب للسماع والمديح ورئيس فرع جمعية نخبة الشباب المديح للسماع والمديح في مدينة خريبكة. أولا قبل كل شيء كنشكروا الساهرين على هذا المهرجان المبارك في مدينة أكادير. نطلب الله تعالى أن يوفقنا في المهرجان لما هو أحسن ولما هو خير لهذا الميدان وهذا الإنشاد. نحاولوا نذكروا واحد المجموعة ديال شنو نقول شي حاجة جميلة في الميدان ديال السماع والمديح، هو أنه كيربي الروح وكيربي الناس على واحد الذوق راقي ورفيع، وهذا يدعونا لأن نشجع الناشئة ونشجع الشباب على الصعيد الوطني للمشاركة في مثل هذه الأوسيات وهذه المحافل الدينية، وتشجيع الناشئة على ميدان السماع المديح والإنشاد الديني بصفة عامة. وندعو جميع الهيئات وجميع المنظمات للمساهمة مع هذه الجمعيات اللي كتسهر على إنشاء مثل هذه المهرجانات، وخصوصا مهرجان السماع والمديح في مدينة أكادير. كندعو جميع الهيئات أنهم يساهموا ويعطوا بكل ما هو في جهدهم باش يعاونوا الناشئة ويعاونوا الشباب باش يزيد قدام هذا الميدان ديال السماع المديح. ومرة أخرى كنشكر الناس ديال أكادير على حفاوة الترحيب ديالهم وعلى حسن الضيافة ديالهم، كنشكرهم جزيل الشكر، وتحية طيبة ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.